مرحبا واضح، أنا الدي جي سنة من طرطوس. درست أدب فرنسي وتخرجت وما علقت حالي بالأدب الفرنسي أساساً. أنا ما بحب الأدب الفرنسي، بحب الموسيقى، مالي للموسيقى للقصص المميزة يعني بحياتي بشكل عام، فاشتغلت دي جي. لقيت إنه ما في بنات نهائياً إنه بيشتغلوا دي جي، بيطلعوا حفلات هيك قصص. القصة كان بدها جرأة، ولقيت حالي إنه أنا لازم أعمل هيدي الخطوة لأنه بحب التمييز ولأنه بحب الموسيقى، فلقيت حالي بهيدا المجال ونجحت. هلا أول شيء نحن بمجتمع شرقي بحت يعني، فأكيد أول فترة العالم بدت تفاجأت إنه بنت دي جي عم تشتغل، فكان الناس عندهم فضول انهم يعرفوا انه شو هيدي البنت، شو عم تساوي، شو عم تشتغل. فلما صاروا يحضروا حفلاتي ما عاد بقى صاروا ينظروا الي اني انا بنت او انا بنت عم تطلع المساء عم تسهر. صارت العالم عوضت انا بشغلي بالموسيقى اللي عم بطرحها بالاجواء اللي عم ساويها، فالعالم تاقلمت بهذا الوضع. يعني انا اذا بدي ضل قاعده بهذا المجتمع الشرقي انه انا لانه ما فيني اطلع اشتغل فلازم ضل قاعده بالبيت، لا، انا حاربت وتحديت حالي. في ناس كثير طلعت عيامي وكمان بنات استسلمت من اول موقف، انا ما استسلمت، انا لاني اشتغلت صح ومشيت صح وحبيت الموسيقى واللي اعطيتها اياها للعالم، فنسيتهم فكره انه هيدي بنت عم تطلع تشتغل. لا، نحن بدنا نحضر سنه لانه سنه جوها حلو، ما عاد بقى عم بيطلعوا انه سنه بنت وعم تحضر حفله او عم تشتغل المساء او عم بنايت او باي شيء. فانا ما استسلمت، تابعت مسيرتي ولسه رح تابع. طموحي مو بس سوريا ولبنان، طموحي وطن عربي وعالمي. اكيد بحب اوجه رساله لكل بنات الوطن العربي واكثر شيء الوطن العربي، يعني البنت اللي بتكون قاعده بالبيت هي البنت اللي عم تتحارب بالمجتمع. انا تحديت المجتمع مشان اكون مميزه، تحديت حالي، تحديت الجو اللي انفرض علي، تحديت كتير قصص ولسه بدي تابع يعني. وبنصح كل بنت عندها طموح بأي شيء تابع، ما تضل واقفة لأنه العالم هيك رح تحبها. نحن بنسلط دائما ضوء على البنت إنه هي ضلع قاصر، لا، البنت نصف المجتمع. وشكرا كتير لكم، بتمنى تحبوني وكتروا حكي سلبي لأني أنا كتير بحبه، وبشوفكم بحفلات الجديدة. و I love you للكل.